تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في ما فيديو. بون راح نكونوا بارتي 2 من مي فافوري يعني الكوتي سوان تو سكي بكريم بور لو فيزاج سكين كير بادي كير سو اذا حابين تشوفوا مي فافوري في كوتي سوان جست كيب واتشينغ اند ليتس جيت ستارتد. سو الحاجه الاولى اللي هي هذا الزوج This one Daily Gentle Face Wash غسول لطيف للوجه for dry to sensitive skin البشرة الجافة إلى الحساسة وهي بشرتي لكن دهنية هنا عند الأنف والخدود نعم إنها بشرتي بزيت اللوز الطبيعي هذا هو اذا كانت عندك البشره تاعك جافه ولا حساسه سيدتي ننصحك بها باسكو بزاف 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 شباب وتحسي روحك هكا شوفك فريش اوه واحد الاحساس اوسي اذا عندك دي بوتون وكانت بشرتك جافه ننصحك بيه باسكو ينحي لك كامل لي بوتون وينقص منهم لانه ينظف بعمق 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 خلاوش خلاوش هذا this is my baby crème de soin crème hydratante bon اختي المشاهده اذا ما عندكش هذا جوست روحي شريه والله ماشي الازرق الازرق شحال ما نحبوش باسكو ريحتو قاطع يعني تجي تسلمي على طفلتك ما غير تكون دايره مكياج مي تبقى فيها الريحة يعني أشمك من بعيد انتي هايك وريحة عينة مي هذا لودور تاعو مليح يرطب جيدا بون يعجبوك انتي نضرب الفصحى في الفيديو هاي نهدركم أمانا نوالف يرطب جيدا أنصحك به سيدتي والله خليك لابو تاعك ناعمة ما تخزروش هذه باسكو صورت فيديو مورا فيديو ياك مليح انصحك به سيدتي اذا ما عندك جوست روحي شري بون من السكين كير روحوا للتيث كير هذا هذه الدنتيفريس معجون الاسنان سيدتي اوانيسي سادتي حبيت نقول لكم عفسه باسكو بزاف منكم يسقسوها في الاسنان شابين فلا داير الليزر فلا داير اللازر فلا داير مانيش داير اللازر باسكو سنيا ماهمش بيرفكت كاع كيما نشوفهم في لي فيديو تاعي سي جوست لا لوميير كي تكون اون فاس لي يبانو هكاك اوكي تو باسكو فيهم صفورية فيهم ضربة هنا واش حابين تسيبو في سنيا سو انا هذا نستعملو مليح ما نقولكم شي بياض باسكو ما كاش دونتيفريس بياض السنين موي مليح انصحكم به من تاتش مي الحاجه الفافوري الرابعه هي هذا الجلوش بون انا ما نحبش ريحه النومات كوكو ولا فاني والهاني ما نحبش ناكل وما نحبش ندور به كاع والله ما نحبش الجزريات كش دخل زيت تي جل دوش تاع الهاني فدا مي هذا الجل دوش دو شيفا دو شيفا ايه جوغورت جوغورت ايا قال لك هذا تاع ليا اخت بنتو فانيلا ان هاني بزاف عجبني وبزاف عجبني وبزاف عجبني ومن مي فابوري وانجاك بك تندوش به بزاف مليح يعني اذا كنت تحبوا لودور فاني وفانيك لو بري تاعو مليح شاشيتو 300 دينار 30000 باشير باسكو ريحتو بزاف مليحة وتبقى لكم نهار كومبلي وهذه كانت الفافوري الرابعة مليحة الفافوري الرابعة هذه لا كريم بوغ لي ما مليحة مي وشنو يفو ديري شويه باسكو تيك شغل كل بادي باتر كي لا كريم تاع الكور
ولا البادي بون مش لكن تاع الكور بادي بيت وحده ولا كان تاع الكور وحده بس هذيك خفيفه على هذيك سي جوست ديروا شويه نتوما تمسحوا في يديكم باسكو تبقى هكا تك 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 مي تبقى ريحتها الشابه اوكتو هذه بالسيترون مش غاليه شاقل 12000 الفافوري بون 5 6 الفافوري السادسه هي هذا ماء الورد من بارلي كوزماتيكس هي لا ميم مارك من اذا كنتو شفتو ريفيو على ماسك الذهب خلي لكم لو ليان اون بار دينفو في صندوق الوصف اختي هذا جابتو من ترك كنت رحت راح تما وشريت بزاف صوالح وسرقتولها باش ما نكذبش عليكم والله غير سرقتولها ما عنديش من بعد قلت لي دي هذا هو مليح بزاف دي ماكي به دي فوا شباب شباب شي سنت لي الهضره شغل عيط ملي ديالو من بعد الزواج بان بغاف هذا مليح انصحكم به انصحك به انستي المتفرجه هذه كانت الفافوري السادسه الفافوري السابعه والاخيره هما هذا الزوج زيوت هذا الزوج زيوت هذا الخروع بكم حياتي كومبلي انا نقولوا الخروع مي هو الخروه والعكس تنطق شويه برك وهذه زيت الحيه زيت الحيه مليحه بزاف للشعر سورتو غادي قبل ما تدوشو ديروا هكا ماسك خلوه شويه هكا ولا واو هذا فن مليح بزاف للشفارتي بزاف ملاح وبزاف فادوني ومش غادي نشتم 10000 الواحد واقي ايه كاين عفسة ننصحكم تشرو دايما الزيوت من عند الفارماسيان مش من عند العشاب ام سوري العشاب مي انا نخافكم ولا العطار ولا قاعد شي يقولو اشرو من عند الفارماسيان سو هذو كانوا مفضلاتي في الكوتي العناية اوه انتهى اول فيديو لنا في مفضلاتي ان شاء الله يكونوا عجبوكم مي فافوري ما تقلقتوش مني ان شاء الله ما كنتش ثقيله على قلوبكم انا اللي نفيدكم ما تنساوش ابونيو في ماشين فولو مي اوسو اون انستغرام فيسبوك وتويتر وسناب شات باش تشوفوا الكواليس وغيرها من الكواليس الاخرى ياك اتهلاو في رواحكم وفي الناس اللي تحبوهم ما تنساوش اتبسموا باسكو التبسيمه هي اللي تبدل موالكم هي اللي تطلع نهاركم سو اتهلاو في رواحكم على خوشين فيديو